قضت محكمه الاستئناف في العاصمه الليبيه طرابلس الثلاثاء غيابيا ورميا بالرصاص باعدام سيف الاسلام نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي اضافه الى تسعات من رموز النظام الليبي السابق بينهم رئيس الوزراء الاخير في زمن القذافي محمود البغدادي ومدير المخابرات عبد الله السنوسي ووجهت المحكمه تهمًا منها الإباده الجماعيه وجلب مرتزقه للقتال في ليبيا وتكوين مجموعات مسلحه إضافه إلى قمع مظاهرات ثوره السابع عشر من فبراير إلى سيف الإسلام وثمانيه من أركان النظام السابق وكان سيف الإسلام اعتقل في التاسع عشر من نوفمبر الماضي من قبل ثوار الزنتان عند الحدود مع النيجر ويقبع في سجن سري تابع للثوار. وتلقى محاكمه سيف الاسلام في طرابلس معارضه من الحكومه الليبيه في طبرق التي تعتبر المحاكمه غير قانونيه بسبب عقدها في مدينه خارجه عن سيطره الدوله